أهلا وسهلا فيكم في الدرس السابع، كيف تسوي جزيرة على برنامج أريال إنجين. في هذا الدرس حنستخدم كل المواد اللي جبناها من كويكسل. هذا الدرس حنبدأ نركب الحجار على الجبال وحنبدأ نظبط الخريطة تبعيتنا. حنستخدم كل المواد اللي جبناها وخزناها في 3D Assets في الفيفوريت. الآن أنا شو اللي سويت؟ ضغطت على كل مادة وكنت أضغط تحت هون على زر الأد. بعد ما أضيفها على الأد تلقاها أنت موجودة جوا ميجا سكان 3D Assets. عشان يعرض لك كل المواد تكتب مش بيطلع لك كل المواد. كل اللي راح اعمله انا راح اجي امسك مادة معينة واضيفها، بعد هيك ممكن اكبر الحجم تبعها واصير اتحكم فيها، اضغط W E R على اساس اتحكم بمكانها دورانها وحجمها. هذا راح اسوي في هذا الفيديو، حسوي كل اشي بسرعة، حسجل الفيديو الان، حط في الكاميرا وحبدأ أعرض كل إشي بسرعة. يلا
أخيرا خلصنا بعد 3 ساعات من الشغل، خلصنا شغل الجزيرة تبعيتنا وخلصنا شغل الأشياء اللي نحطها بالخريطة. تخيل بعد 3 ساعات خلصت أنا هذا الشغل، إيش لو أنت مثلا اشتغلت يوم كامل شو بيطلع معك؟ طيب خلينا نأخذ نظرة، أول شيء خلينا نصغر هدول ونأخذ نظرة على العالم تبعنا. فلنفترض إنه اللاعب تبعنا بدأ من النقطة هاي، خلينا نسوي ستارت. بيجي اللاعب مثلا بأخذ نظرة على الحجار، إبداع، المواد موجودة، عندنا كمان المنحدر اللي سويناه هون أسطوري. تخيل أنت اللاعب بيجي من هذه الزاوية مثلا، بتطلع بوقف هون، بتطلع زي هيك، مشهد رائع جدا. خلينا نشوف مثلا من هاي الزاوية من هون، حقيقة مشهد خرافي. طيب لو رحنا للجهة اللي قدام من هاي الجهة، خلينا نشوف المشهد من هون، هاي منطقة تعبنا فيها شوي. خلينا نشوف، حقيقة هذا المشهد، يعني انت الفكرة انك تصير عندك لاعب بيلعب اللعبة، هو بتطلع على هذا العالم يقول لك انا كويس اني سويت داونلود لهي اللعبة، خلي عيونه تستمتع. طب خلينا نجرب المنطقة هاي، نسوي ستارت، نفس الشيء. لاحظوا انه احنا اخترنا احجار هون متوافقة مع الارضية، فيكون المشهد كثير متناغم والمشهد حقيقة جدا رائع. طيب لو اجينا احنا وطلعنا لفوق كمان، خلينا نشوف الحجار هون كمان متناغم مع الارضية، المشهد جدا رائع، رائع جدا جدا. طيب والاشجار، تخيل انه عندك هاي الشجرة، يعني شجرة طبيعية 100% موجودة في اللعبة تبعيتك. نفس الاشي نشوف الاخشاب المكسر على الارض، لاحظ هون البيلرز، اضفنا الاعمدة، كل هاي المواد بسبب وجود الكويكسل ميجا سكان، اللي هي مواد الكويكسل اللي اشترتها شركة انريال انجين، كانت بفلوس صارت مجانا. تمام، تعالوا نشوف الان هون، لاحظوا هون ابداع، نفس الاشي، المواد جدا رائعة جدا خرافية. طيب تعالوا نشوف، في عندنا فنس هناك وعندنا فنس هون، المشهد جدا رائع. طيب خلينا ننزل لتحت من هون، ننزل من هون، تخيل هذا ممكن نعدله المنطقة هاي إذا مو عاجبنا، مشهد ممتاز، الأرضية كمان رائعة. تخيل إنه هذا موجود الآن المشهد في لعبتك، صراحة مشهد خرافي جدا. أنت شو بتقدر تسوي؟ بلك تمضي يوم كامل وانت تطور فيه وتطور فيه. طبعا احنا ما خلصنا على فكرة، لسه عندنا شغل كثير نشتغله، لسه عندنا كمان نضبط الانارة ونحط الاعشاب وننسق كل اشي مع بعضه، لسه ما خلصنا، ولكن وصلنا لهي النتيجة واحنا ما اشتغلناش كثير، يا دوب اشتغلنا 3 ساعات تضبيط خريطة وساعتين قبل هيك، يعني يوم واحد بتخلص كل الشغل هاد. منظر جدا اسطوري. في النهاية بقول لك اعملي لايك وسبسكرايب اذا عجبك الفيديو، وشكرا لكم. الان هيك بكون خلصنا، يعطيكم العافية، في أمان الله، مع السلامة.